عبد الفتاح السيسي واللي أصبح في ورطة بعد كسر هيبته، بعد إسقاط صورته، بعد إسقاط رمزيته اللي كان بيعول عليها كتير في إخافة الشعب المصري ببناء السجون وبنشر المدرعات وبنشر القوات داخل القرى والحواري والنجوع في مصر كلها. خلال الأيام اللي فاتت مجموعة من الحملات لإهانة عبد الفتاح السيسي، آخرهم الحملة اللي اتكلمنا عليها امبارح وهي بيع عبد الفتاح السيسي بربع جنيه زي ما دعا الفنان المصري والمقاول محمد علي، الحملة اللي لاقت رواج كبير مش بس في مصر بل في بعض الدول، وتم بيع عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية على التوالي على موقع للتجارة الإلكترونية. حملة جديدة تم تدشينها خلال الساعات اللي فاتت للمطالبة بحرق صور عبد الفتاح السيسي زي ما عمل الشباب في سوهاج يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت وحرقوا صور عبد الفتاح السيسي تحت هاشتاج احرق صورة السيسي. تم تداول الكثير من الصور وعشرات ومئات الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء مصريين وعرب بيقوموا بحرق صور عبد الفتاح السيسي وحرق هيبة عبد الفتاح السيسي. ليست الدولة المصرية، نقول أن عبد الفتاح السيسي لا يمثل الدولة ولا يمثل الجيش، إنما هو يمثل العصابة المنقلبة اللي انقلبت على الشرعية في مصر وانقلبت على الثورة المصرية وكمان أفسدت البلد وباعت تيران وصنافير وفرطت في مياه النيل وفرطت في حق الشعب المصري كله. تحت هاشتاج احرق صورة السيسي مجموعة من النشطاء نشروا هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الناشطة المصرية إيمان فريد واللي كتبت انهكوهم واحرق صورة السيسي، جابت فيديو وهي بتحرق صورة عبد الفتاح السيسي. نتابع. احرق صورة السيسي، احرق صورة السيسي، احرق صورة السيسي. انا كمان ايه في الحمام، فبعد ما احرقها هحطها في التواليت واشد عليها السيفون، يعني مش هحرقها وبس، لا ده انا ناويه اشد عليها. في مشهد بات متكرر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها سواء فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو يوتيوب، إنك ممكن تخش في أي وقت تلاقي فيديو منشور لحريق صورة عبد الفتاح السيسي. أما صباح واللي جاب صورة لشاب ماسك صورة لعبد الفتاح السيسي محروقة ونفس الهاشتاج احرق صورة السيسي. أيضا تحت نفس الهاشتاج مي بتقول احرق صورة السيسي يلا يا حبايب، العرض اللي هو عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال رخص البنزين عشان تولعوا فيه بالمر. أيضا من التعليقات غضنفر بيقول احرق صورة السيسي، احرق صورة الحرامي ولك ربع جنيه، احرق صورة الحرامي ولك ربع جنيه، احرق صورة الحرامي للمرة الثالثة ولك ربع جنيه. مجموعة من الفيديوهات اللي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت لمصريين بيحرقوا صور عبد الفتاح السيسي هعرضها لحضراتكم تباعا. نبدا بهذه الصوره. نبعت رساله للاخوه حبيبنا في مصر، جمعنا صور السيسي كلها ولازم نحرقها تحت الجزمه، يسكت حكم العسكر. ارحل يا بلحه يا معلقه، ارحل يا معلقه، كفايه كده بقى ابوس ايدك بقى، بدل ما هم يبوسوا ايدك انا هبوسها يا معلقه. ارحل. بنبعت رساله للاخوه حبيبنا في مصر. إذن عشرات ومئات الفيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإحراق صور عبد الفتاح السيسي تحت حملة احرق عبد الفتاح السيسي أو احرق صورة عبد الفتاح السيسي، وتضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء المصريين لحرق صور عبد الفتاح السيسي في رمزية إلى رفض حكم عبد الفتاح السيسي، رفض إجرام عبد الفتاح السيسي، والتضامن بطبيعة الحال مع المعتقلين والمصابين داخل مصر خلال الأيام والسنوات الماضية. احنا كمان في برنامج شير بنتضامن مع حملة احرق صور السيسي وبنتضامن مع المصريين داخل مصر ومع النشطاء في كل حتة في العالم. قررنا كمان ان احنا نحرق صورة لعبد الفتاح السيسي، هي صورة تم نشرها خلال الأيام اللي فاتت بيظهر فيها عبد الفتاح السيسي بأنه حرامي وسارق بعد ما فضحوا الفنان والمقاول المصري محمد علي وفضح فساده وكشف الأموال اللي بيتم إنفاقها عليه وعلى مراته وعلى أولاده وعلى أصحابه. هنحرق صورة عبد الفتاح السيسي وبندعو الشعب المصري كله يحرق صور عبد الفتاح السيسي. ابعتوا لنا الفيديوهات وابعتوا لنا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة قناة الشرق أو على صفحة
شير، وإن شاء الله ننشرها في الأيام الجاية لإحراق صورة عبد الفتاح السيسي. وده مصير عبد الفتاح السيسي ومصير أي حد، أي ديكتاتور في أي حتة في العالم بيتطاول على شعبه أو بيضحي بأموال شعبه أو بيفسد بلده، بيكون مصيره أنه هو يتحرق. وإلى اللقاء، أشوفكم في حلقة جديدة.